السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. لو أني أعمل في شركة ولكن المرتب بيجيني كل شهر عبر طريق الفيزا، بس بعد سنة اكتشفت إن في أرباح سنوية بنسبة 4%، فذهبت للبنك يعني فقلت لهم إن أنا عايز أرجع الأرباح دي، فقال لي ما ينفعش، ممكن تحسبها لو أنت خايف من الحرام، ممكن كل سنة تحسبها وبلحق من مالك، هل ده جائز يا شيخ؟ ممكن ايه كل سنة ايه؟ عفوا. كل سنة في أرباح بنسبة 4% بتنزل على الرصيد الكلي، ايوه. فهل ينفع إن كل سنة أحسب الأرباح دي وأطلعها من مالي أو أتصدق بيها مثلا؟ ممكن. والمال حلال كده مفيش إثم عليه. ان شاء الله حلال. بارك الله فيك. فيكم.